مع كلمة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والعرفان والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف أقول إيه في البداية، لكن يعني دايما اللقاء هو مش يعني ياسر بيقول ده لازم كده عشان نكرم، لا، احنا موجودين هنا عشان ناخد الشرف. انا موجود معاكم النهارده عشان اخد الشرف، صحيح؟ والله انا بتكلم بجد، يعني يا ريت اقدر اعمل اي حاجه لاسره كل شهيد. يعني مش هقدر غير نقول ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يجمعنا بيهم في مستقر رحمته، وان احنا يعني يكون لنا نصيب ان احنا نبقى معاهم في المقام العالي قوي اللي هم استحقوه بان هم قدموا ارواحهم لاجل خاطر بلدنا، لاجل خاطر الناس، لاجل خاطر ان احنا نبقى ان شاء الله عايشين بسلام. انا كل مره اقول لكم الحكايه ديت ان كل لقاء من اللقاءات ديت لما اتكلم واسال اهلي وناسي اقول لهم مش عايز حاجه، طب مش عايزه حاجه، الاجابه عجيبه، الاجابه عجيبه. يعني طب ما هو صحيح، هو بعد اللي قدم ابنه او اللي قدمت ابنها او زوجها انا حديها ايه؟ ولا حاجة، مش هقدر اديها حاجة، ده هي قدمت أغلى حاجة، فمهما عطيت إن كنت بعطي يعني هيبقى ما يسويش حاجة جنب اللي هم عطوه وقدموه لبلدنا. وده الكلام اللي أنا كنت بقوله وإحنا قاعدين، إن كل الشهداء اللي إحنا بنتكلم عليهم عسكريين كانوا ومدنيين كانوا، ده تمن كبير قوي دفعته بلدنا لأجل خاطر إن البلد دي تبقى في أمان وسلام. متهيألي كل أم قعدت 20 30 أكتر أو أقل حسب وقت الاستشهاد للابن، أو حتى الزوجة اللي قدمت كمان زوجها سنة 12 زي ما يكون قدمت ده كله، والمفروض ان هما انا هسأل السؤال ده ليكم كلكم وليا، يا ترى احنا بندي الجيش والشرطه ايه؟ بنديهم ايه؟ مرتبات؟ يا ترى بيقولوا لنا بيعملوا وقفات عايزين فلوس؟ بيقولوا مش هنكمل الا لو اديتنا؟ لا والله، لا حصلت ولا تحصل. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعوضش خالص. لكن عايز اقول لكم ان حتى انا بقول لها للي ما يعرفش، يعني المبالغ المرتبات اللي بتاخدها الناس ديت ضابط كان او صف ضابط او جندي في الجيش او الشرطه، لو قلت لكم الارقام هتستغربوا قوي، هتستغربوا قوي ان هي ارقام يعني ارقام متواضعه. وده على كل حال كان طول عمر الجيش كده، طول عمر الجيش كان كده، وطول عمر الشرطه كده بشكل او باخر. يعني محدش ابدا طلب زياده وقال احنا بنقدم ارواحنا وسايبين ولادنا وممكن نسيبهم على طول، محدش قال كده. الكلام ده كله بكرره معاكم لان هو امر مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين ان البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام، مش بالكلام ابدا، ده بالعطاء وبالتحمل وبالصبر، ويمكن يكون بالحرمان حتى من الحياه، حتى من الحياه. فانا اسمحوا لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الشرفاء، باسم بكل الفخر
التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لأجل مصر تعيش. كل التحية وكل التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم جميعاً وإلى شعب مصر العظيم بكل التحية والتقدير والاحترام. كل عام وأنتم بخير ومصر في سلام وأمان دوماً بإذن الله. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن يوم الشهيد الذي نحييه اليوم ليس مناسبة لتجديد الأحزان، وإنما لتكريم الأبناء المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد. قدموا تضحيات جسام لا يدرك حجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيداً أو مصاباً، وإلا من روى دمه وعرقه تراب هذا الوطن ليستمر نابضاً بالحياة ومثمراً بالخير والسلام والنماء. إن هذا اليوم يوم استشهاد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض، ويوم استشهاد أي من أبطالنا العظام من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مصري ومصرية على اتساع هذا الوطن، هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا منا، وإنما أيضاً عطاء الصابرين الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار. يوم نتوقف فيه معا لنلقي نظرة شاملة على مسيرتنا وعلى مجمل أوضاعنا. شعب مصر الكريم، إن تقديمكم لأرواح أبنائكم من أجل مصر ليس غريباً على شعب مثلكم، له في البطولة باع كبير، فمصر كانت دوماً مقبرة للغزاة، وهي الآن حائط الصد المنيع الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب التي طالت منطقتنا بأسرها، فدمرتها وأصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل وضياع المستقبل. وبرغم تلك الظروف الصعبة والثمن الهائل الذي دفعته شعوب المنطقة بشرياً ومادياً ومعنوياً، فإنني أقول لكم اليوم إن شعب مصر أثبت من جديد إنه أقوى إرادة مما تصور أعداؤه، وإنه في رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها ليشكلوا معاً كتلة واحدة عصية بإذن الله على الانكسار. فعلى أسوار هذا البلد الحصينة تحطمت موجات الإرهاب والشر، وأمام كفاءة وصلابة جيشها وشرطتها انكسرت إرادة المعتدين وضعفت شوكتهم. لقد نفذت القوات المسلحة والشرطة العملية الشاملة التي حققت نجاحات ضخمة ومؤثرة. استطاع من خلالها الجيش والشرطة تأمين مصر وأهلها وتضييق نطاق الخطر وحصار العناصر الإرهابية والقضاء على أعداد كبيرة منهم مع معداتهم وأسلحتهم. واسمحوا لي هخرج حاجة بسيطة خالص. لما احنا بقالنا ست سنين بنقتلهم، هم كانوا قاعدين بيعملوا السنين اللي فاتت دي، كانوا بيجهزوا نفسهم لإيه؟ خلال 10-15 سنة كانوا بيجهزوا نفسهم لإيه؟ وفي خلال الخمس سنين اللي هم أو الأربع سنين اللي حصلت فيهم الأحداث من 2011 والدفع الهائلة اللي خدوها، دمرنا سلاح كتير وزخائر كتير وملاجئ كتير ومخابئ كتير وبشر كتير. أرجو إن احنا نتوقف ونشوف إزاي مصائر الأمم بيتم الكيد لها والتدبير. وذلك
بالرغم من صعوبة الحروب غير النظامية التي لم ترهب أبناء المصريين في القوات المسلحة والشرطة، الذين استعانوا على الإرهاب وشره بإيمانهم بالله وبيقينهم في أنهم على الحق المبين وبحسن تدريبهم وأدائهم العسكري الراقي. وأعلم أنكم أبناء الشعب المصري البطل تدركون جيداً أن لكل معركة ضحاياها ممن ارتضوا تقديم أرواحهم فداء لكم، ومن بين هؤلاء من استشهدوا في الحادث الإرهابي بالعريش يوم السبت 16 فبراير الماضي، وكذلك من استشهدوا في الحادث الإرهابي بمنطقة الأزهر. وبرضو اسمحوا لي، يعني لما يتقال إن حادث زي الحادث ده بتاع الأزهر ده تدبير، وتطلع إشاعات والناس على الفيسبوك تتكلم في الكلام ده ويقول لك ده تدبير، تدبير ندبر لتدمير بلدنا، ندبر لتدمير وقتل أولادنا؟ لا يا جماعة، لا، ده فكر شرير قوي اللي يفكر كده، وأشر منه اللي يصدقه. فتحية تقدير واحترام نتوجه بها اليوم لأرواحهم الطاهرة. شعب مصر العظيم، إننا إذ نستمر في مواجهة الإرهاب ونثق في قدرتنا بإذن الله على النجاح في هزيمته، فلا يمكن أن نقبل أن يحصد الإهمال أرواح مواطنين أبرياء منا، لا يمكن أن نقبل أن تتسبب أخطاء فردية في مقتل العشرات من المواطنين كما حدث في محطة مصر يوم 24 فبراير الماضي، الذين نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرهم. ودعوني أصارحكم بأننا كمصريين يجب أن نقف وقفة صادقة مع النفس، ندرك فيها أن خطر الإهمال لا يقل عن خطر الإرهاب، وأن الفساد وانعدام الكفاءة والضمير يحصد منا ليس فقط الأرواح، وإنما كذلك الأمل في المستقبل الأفضل الذي نعمل جميعا من أجل تحقيقه. يعني في نقاط صغيرة عايز أقولها لكم فيما يخص هذا المرفق، عشان إحنا قلنا إن في 30/6/20 نكون عملنا نقلة في القطاع النقل في مصر بشكل كويس. الدنيا اتغيرت جدا خلال الخمسين سنة اللي فاتوا بشكل كبير قوي، وكان طبيعي إن إحنا كمان في قطاعات مختلفة في الدولة إن هي تاخد التطور ده. الدنيا اتطورت لأن قللوا كتير تدخل البشر في المنظومة عشان أدائها يبقى أكثر جدارة وأكثر كفاءة. إحنا ما كناش لسه عملنا الكلام دوت، لكن إحنا دلوقتي شغالين. واسمحوا لي أقول لكم إن إحنا يعني نظام الإشارة الإلكتروني، أنا بتكلم على مشاريع مش زي ما اتقال ب10 مليار ولا ب20 مليار ولا ب50 مليار، لا والله، لا والله، أنا بحلف بالله أكتر من كده بكتير قوي. إحنا لما جينا نصلح مرفق الكهرباء والدكتور شاكر موجود يعني يصلح لي رقم، إحنا بنتكلم في دخلنا على 600 مليار جنيه، دخلنا على 600، لا يا دكتور لا صحيح، دخلنا على 600 مليار جنيه، لأن الكهرباء ما كانتش محطات بس، اللي كانت محطات ومحولات ومحطات تحكم وشبكة. الشبكة 2000 كيلو، احنا رايحين لتبقى 6000 كيلو عشان نخلي الشبكة دي. وانا قلت الكلام ده قبل كده، بس انا بكرر ان اي حاجة هندخل ان احنا نعملها بالشكل اللي يليق بالعصر اللي احنا فيه، احنا ما بنتكلمش في 10 و20 و30 و40 و100 مليار جنيه، لا والله، لا ابدا. والكلام ده انا بقوله وطبعا بيتقال وبيتكتب، بس ساعات الامور بتبقاش ما يتجمع الموقف كله على بعضه ونقوله للناس، نقول المرفق ده عشان يبقى يعني نقول ان احنا نعمل اشارات لكامل الكترونية، يعني ما فيش تدخل بشري فيها، وتحكم آلي عشان درجات الامان المناسبة بعيدة عن اخطاء البشر. لا، ده كلام بيتعمل على بفلوس واموال ضخمة جدا عشان يخلص. لما نيجي نقول ان احنا عندنا 175 محطة من محطات زي محطة مصر كده باختلافهم، احنا خلصنا 102 محطة وشغالين في 31 محطة تانيين.
لما نيجي نتكلم على المزلقانات احنا عندنا 1100 مزلقان. انا بس بفكركم من 5 سنين كنا عملنا برنامج لتطوير المزلقانات العابره بشكل كبير على السكه الحديد، وساعتها عملنا ما يقرب من 25-30 كوبري رئيسي على امتداد المزلقانات مصر عشان نحمي ونأمن الناس من موضوع المخاطر بتاعه العبور بتاع. اتفضل دكتور شاكر، انا اسف. اتفضل. فالمزلقانات احنا بنتكلم في 1100، نحفظ الرقم، خلصنا 600 وما يكلنا 355 وشغالين في الباقي اللي انا بقول عليه. اتمنى ان احنا زي ما قلت مع اللواء كامل كده، ان احنا بالمناسبه كامل اسمح لي ان انا ارايك له رتبه الفريق. شعب مصر الحر عمر ما خاف قدام، واسألوه كل اللي خاف وقلوبنا رجالة. معلش أنا آسف إن كنت بقطع على الكلام سيادة الرئيس وده ما يصحش، ولكن أنا عايز أقدم شكر وتعهد قدام سيادة الرئيس وقدام كل المصريين. أما الشكر فأولا لله عز وجل على كرمه الكبير عليا ونعمته بالصحة والستر والتوفيق، وثانيا للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي. على مساعدته ودعمه وتقويته ليا ويجمد قلبي، وإن شاء الله يعني في كلام كتير هقوله إن شاء الله بعد نهاية خدمتي في مذكرات إن شاء الله عن هذا الرجل العظيم. أنا أعرف كتير جدا عنه، فيه كان كتير من حضراتكم ما يعرفوش، في أسلوب شغله وأسلوب إدارته للشغل وحبه لبلده، وثالثا لقواتنا المسلحة العظيمة، جيشنا العظيم، وعلى رأسه طبعا سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسيادة الفريق محمد فريد أخويا وصديقي وأخويا الكبير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورابعا لكل زمايلي من قادة وضباط وصف وجنود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومعاهم إخوانهم وشركائهم كل الشركات الوطنية المصرية، من أصحاب شركات لعمال لمهندسين اللي بتنفذ المشروعات القومية واللي بيتعهدوا فنّ مع حسابات يعهدوك على استمرار بذلهم كل غالي ونفيس عشان يكملوا مشروعاتهم القومية بوتيرة وبكفاءة أعلى بكتير جدا من اللي كانوا بنفذوها معايا. إن شاء الله بإذن الله بيوعدوا سيادتك بكده. أما التعهد الأخير، وأنا جات لي تليفونات كتير وكلمت ناس كتير في وزارة النقل يا فندم، كلهم بيعهدوا حضرتك إن شاء الله بإذن الله، وأولهم العاملين في السكة الحديد، إن هم يطهروا نفسهم بنفسهم من كل متكاسل وكل مهمل وكل من يسلك سلوك
مش مظبوط ان هم ان شاء الله هيطهروا نفسهم بنفسهم قبل ما حد يطهرهم، وان شاء الله هيكونوا في طليعة المؤسسات والهيئات المصرية ان شاء الله علشان يقدموا لسيادتك ان شاء الله القدوة والمثل لكل هيئات مصر عشان تنهض وتقوم وتتقدم بإيدين سيادتك ان شاء الله، وتبقى فعلا قد الدنيا زي ما حضرتك بتتمنى بإذن الله. كان المفروض الكلام ده هيتعمل مش دلوقتي، لكن طبعا عشان زي ما قلت كده ان احنا الترتيب اللي احنا عملناه عشان خاطر الظرف بتاع وزارة النقل، ان احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني تبقى اخر مشكلة كامل. طيب احنا كمان شغالين اللي انا بقول لكم عليه ده، اصل برضه عشان ما نظلمش من سبقونا، يعني ما نظلمش الناس اللي كانت موجوده قبل اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا متعاقدين على تطوير 290 عربيه، احنا متعاقدين على شراء 1300 عربيه مختلفه بتتعمل دلوقتي وشغالين فيها، احنا متعاقدين على 200 جرار جديد وبيترفع كفاءة 81 جرار أو هيترفع معاهم 81 جرار جديد. إحنا متعاقدين على 6 قطارات كاملة مكيفة، الجرار بعربياته الكاملة 6 قطار، خلال بنتمنى إن إحنا خلال السنة ونص دول يكونوا موجودين معانا. وعشان كده أكمل بس اللي هيجي كمان، توريد 40 عربية توليد قوة بتبقى موجودة مع القطر، وتوريد 300 عربية سكة حديد لنقل البضائع. أنا بقول لكم الكلام ده اللي أنا قلت لن نقترب من السكة الحديد إلا عندما تكون بالشكل الذي يعني يستحق المصريين إن هم يشوفوا به. كل أوضاعها، المحطات، السكة، العربيات، التحكم، كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بقول الكلام ده عشان بس يعني الموضوع ما مش بادئ دلوقتي، لا ده فيه جهد قبل كده من ناس كتير كانت موجودة في السكة الحديد، ولكن طبعا أي حادثة بيبقى ليها تأثير كبير قوي على الرأي العام وعلى الناس ويبقى ليها رد فعل. يعني احنا بنتكلم كده وبنتكلم ان احنا بنقول ان احنا عايزين نوصل سكة حديد للسودان، وعايزين نوصل سكة حديد لأثيوبيا، ونقول كمان لأفريقيا ضمن مبادرتنا او يعني رؤيتنا، لان احنا يبقى في بنيه اساسيه للقاره الافريقيه. فعايز اقول ان احنا ان شاء الله في 30/26 ومش قبل كده، لان انا قلت لازم ننطلق وتشوفوا زي ما اللي احنا عملناه قبل كده بنفس الشكل، مش عربيه نحطها مع 5-6 عربيات عدمانين جرار نحطه مع، لا لا لا، كل حاجة زي الكتاب إن شاء الله ما بيقول يا كامل، كل الكتاب زي الكتاب ما بيقول. فضل يا كامل. شعب مصر العظيم، إنني أحرص دائما على مصارحتكم بالحقائق والوقائع، إيمانا بأهمية أن يعرف الشعب حقيقة ما يجري من جهود ضخمة للإصلاح الحقيقي، ولكي يعرف الجميع أن الدولة تسابق الزمن وتبذل أقصى جهد لتوفير الموارد المالية اللازمة للإصلاح والتطوير. وهذا الإصلاح نعلم أنه صعب ويتكلف الكثير، ولكن المضي فيه بإصرار هو الطريق الوحيد لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للمواطنين. ونحن إذ نمضي في طريقنا ندرك جيداً أن نجاحات مصر في الداخل والخارج وتعزيز مكانتها وصمودها في وجه المحن والشدائد، بل وتقدمها للأمام بخطى ثابتة وواثقة لا يرضى عنه البعض الذي يسارع بتسديد سهامه المسمومة نحو صدورنا هادفاً إلى وقف تقدمنا وعرقلة خطواتنا. لقد قلت لكم مراراً أنني لا أخشى على مصر من أخطار الخارج وتحدياتي، ما بقيتم في الداخل جبهة متماسكة ويدا واحدة
قوية راسخة. ولقد أظهرت لكم الأيام الماضية أنه عندما استعصى على من يريدون بنا السوء أو إلحاق الأذى بمصر من الخارج، فإنهم يعمدون إلى الحرب النفسية وإلى حروب الشائعات بهدف تكوين صورة ذهنية غير حقيقية تستقر في وعي المواطن لتحبطه وتهدم ثقته في نفسه وفي دولته وقيادته. فلهم وللجميع أقول، والله على ما أقول شهيد، إن الغاية الوحيدة التي تحكم جميع تصرفات الدولة وسياساتها من رئيس الجمهورية إلى جميع مؤسسات الدولة هي مصالح المواطن المصري أولاً وأخيراً، آمنة أمنه وسلامته ومستقبله. نعمل من أجل تحقيق نهضة حقيقية يكون لمصر فيها شأن كبير بين الأمم، وتنتقل من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة بإذن الله، ويحظى فيها الإنسان المصري بأفضل مستوى تعليم وأرقى رعاية صحية وطبية وأحدث مقومات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق ومواصلات وخدمات حكومية متطورة وميسرة، ليشعر المواطن بآدميته وكرامته. أقول لكم إن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجميع ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى كلها وبلا استثناء تستهدف أولاً وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة للشعب المصري بأكمله وتوفير الموارد المالية الضرورية التي بدونها لا تستطيع الدولة تحسين الخدمات العامة التي طالما اشتكى منها المواطنون وطلبوا بتحسين مستواها. وأقول للجميع بكلمات واضحة إن كثرة الشائعات لن تؤثر في شعب مصر الواعي، ولن تضعف جميع الحروب النفسية عزيمته الصلبة، لن تخدعه الأكاذيب ولن يهزمه الباطل. سيظل شعبنا واعياً تمام الوعي بالحق من الزيف، وستظل بصيرته التي صقلتها حضارة آلاف السنين قادرة على التفريق بين الصدق والخداع. شعب مصر الأبي، إن الشهر الماضي كما جاء لنا برياح حزينة مؤلمة، فإنه شهد افتخاركم بوطنكم ويستعيد مكانته الدولية، فلا يخفى عليكم كيف كان وضع مصر على الساحة الدولية منذ سنوات مضت وكيف أصبح الآن. فما بين رئاسة الاتحاد، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بعد أن كانت عضويتها معلقة به، وقيامها بدورها الطبيعي في القارة الإفريقية يدا بيد مع أشقائنا الأفارقة الذين نتشارك معهم وحدة الهدف والمصير. ثم استضافتنا لأول وأكبر تجمع من نوعه على الإطلاق بين الدول العربية والأوروبية بشرم الشيخ، وبحضور الغالبية العظمى من قادة هذه الدول الذين أتوا إلى مصر لنضع أسساً جديدة لتعاون عربي أوروبي يقوم على الاحترام المتبادل والندية والشراكة الحقيقية ما بين تلك الأدوار النشطة على الساحات الإفريقية والعربية والأوروبية. فقد عادت شمس مصر للسطوع، وليعلم الآن كل مصري أن صوت بلاده بات مسموعاً، وأنها تمضي على الطريق الصحيح نحو مكانة راسخة ومؤثرة في الإقليم والعالم، لتعود بالخير والنفع على كل المصريين. وسنظل جميعاً بإذن الله ثوابتنا راسخة لا تتزعزع، انتماؤنا ثابت كثبات الجبال، دفاعنا عن الوطن لا يلين، نتصدى لأعدائه بالفكر والرأي، قرارنا حر، نخلص في كلماتنا يحكمنا الضمير والوعي المستنير، نتماسك ونتمسك بوطننا وترابه لا نفرط فيه، نشد من أزر بعضنا البعض ونساند قواتنا المسلحة
وشرطتنا ضد أعداء الوطن ومن خانه أو باعه والمفسدين. نرد الجميل لأرواح شهدائنا وأبطالنا وفاءً وعرفاناً لهم ولهذا الوطن العزيز الذي يستحق منا كل التضحية وكل الإخلاص وكل الصبر. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.